اهلا بيكم. احنا كنا عاملين بس من شويه، واللي يعني لسوء النت او لجوده النت ما قدرناش ان احنا نعمل الحلقه دي، فانتوا مالكمش ذنب. فانا سجلتها ورفعتها على اليوتيوب عشان جمهوري ومتابعيني ليهم حق علي. بس برحب بيكم وبقول للجديد يعرفنا بنفسه ودوسوا لايك رجاء. الحلقه دي مهمه قوي قوي وهتظبط لكل الاناث حياتهم العاطفيه المتلخبطه. اكتر حاجة ممكن تكون في كل انثى هي مش واخدة بالها منها بتتسبب في فشلها عاطفيا. نبدأ كده بانثى برج الحمل. انا قلت العصبية وكثرة وضعها للخطوط الحمراء، هي انثى تضع خطوط حمراء في نواحي كتيرة في حياتها. تلاقي كرامتها خط احمر، كبرياء ما اعتذرش بسهولة، اهلي خط احمر لو ما اهتمتش ده خط احمر وما تسامحش بسهولة. هي الفكرة في كده، فتباني قدام الرجل ان انت متمردة. اضافة ان انثى برج الحمل من الاناث اللي ممكن تطلب طلبات اللي قدامها ما يقدرش عليها. اذا اردت ان تطاع فامر او اطلب ما يستطاع. معلش محدش يزعل، انا دايما بحب اكون ايجابي وفي حلقاتي بتكلم عن الايجابيات وبركز عليها، ولكن افضل شخص هو من اهدى اليك عيوبك. افضل شخص هو اللي بيديك عيوبك، كلنا فينا عيوب بما فيهم انا. فانا بنورك في حلقة النهاردة، اشتغل عليها مش هتخسري حاجة. بص، لو انت مش موجودة في شخصيتك يبقى انت شخصية قدرت ان انت يعني تتخلصي من العيب ده، وده حاجة ايجابية. ما قدرتيش، ممكن لما تفكري تكتشفي تقولي ايوه والله انا فيا العيب ده، مفيش مشكلة لما اقعد مع نفسي واحاول ان انا اشتغل عليه. انثى برج الثور تحفظها شديد، ومعنى ان تحفظها شديد يعني قناعتها غير قابلة للنقاش. يعني ان انا اخلي انثى برج الثور تجلس معايا على طاولة النقاش هو امر صعب جدا وغير سهل ابدا ان انا اعمله. دايما دايما عشان الحياة تمشي لازم يكون في مرونة يا ثورية، ركزي معايا. يعني لو انت حتى مقتنعة ببعض المبادئ او بعض الاشياء، في بعض المواقف وبعض الاحيان مطلوب يكون في استثناءات شوية عشان المركب تمشي. الجوزائية رغم ما فيها من جمال في شخصيتها هي شخصيتين، فنسيانها تطنشها خلطها في كثير من الأحيان بقصد أو بدون قصد ما بين الجد والهزار. وهنا تأتي مشكلة أنثى الجوزاء مع الرجال الترابية تحديدا، إن هم رجال جدية شوية وما يحبوش كده، فيبقى الرجل بينهم ممكن بيتكلم في حاجة جد، أنثى برج الجوزاء بدمها الخفيف وروحها الدعابية ممكن تدخل الهزار في الجد، فما يحبش هو النقطة دي فيها. كمان هي بتطنش، يعني ممكن تهتم قوي وشوية مع نفسها، شوية بتحبك قوي وشوية الجرأة قلت أو شخصيتها ما تلومش عليها. بس يا جوزائية خلي بالك إن دي بتكون نقطة قوية جدا ممكن تتحكم في مصير علاقاتك العاطفية. أنثى برج السرطان بقى حاجتين، الشك وسرعة الزعل. انت شكاكة وما عندكش ثقة في حد اطلاقا، وصعب جدا نيل ثقتك كسندريلة نساء الابراج رغم جمالك وجمال شخصيتك. خلي بالك، وزعلك احيانا بيكون قاسي على الطرف الاخر، هو ممكن يكون غلط بس انت الزعل بتاعك بيبقى يعني. امشي بمبدأ على قدر الخطأ يكون العتاب، او على قدر الخطأ يكون الزعل. بنتكلم بالعام، انت ساعات بيبقى خطأ صغير وتزعلي بشكل كبير قوي. البرنسس بقى زعيمة العصابة مشكلتها في تحقير الرجل في كثير من الأحيان، أو في أخذ دوره بقصد أو بدون قصد. هي شايفة نفسها في المقدمة وما فيش حد ممكن إن هو يتصرف أحسن منه. وسهلها عليكم، ممكن أنثى الأسد دي تكون مرتبطة بحد عايزة اللي هي تمشي البيت، تمشي دفة الأمور، قراراتها عايزة تكون القائدة، والرجل بطبعه ما بيحبش كده رغم ما فيها من صفات جميلة، بس أحيانا بتقع منها النقطة دي. قنبلة الذكاء بقى أنثى برج العذراء، فبحثها دايما عن المثالية، والإنسان مش كامل يا عذراوية. فيحس الطرف اللي مرتبط بك إن هو مهما عمل مش هيوصل للدرجة اللي أنت عايزاها. لا برضه، ما أنت عايزة كل حاجة مثالية. بحثك عن المثالية هو اللي بيخليك صعب تقتنعي وصعب ترتبطي، وتكوني في أحيان كثيرة على فكرة متعبة في الارتباط العاطفي. ركزي في الحتة دي عشان يعني كل ما الإنسان يشتغل على عيوبه كل ما يكون أميز، وده هدفنا. العسل أنثى برج الميزان ترددها وتذبذبها، هي أنثى مترددة رغم ذكائها الشديد جد، ولكن مترددة بشكل كبير، وممكن ترجع في قراراتها وممكن ترجع في وعودها. صراحة خلينا نكون
منطقيين، وده ممكن يزعل المحيطين بها مش بس اللي مرتبط بها ارتباط عاطفي. أنثى برج العقرب حب التملك شديد قوي عند الأنثى، عايزة تتملك الطرف اللي هي مرتبطة بيه بحيث إن هي تتحكم في نسبة الأكسجين الهواء والمية اللي ممكن تبقى في حياته، وكمان الغيرة بتاعتها قاتلة وما بتنساش، يعني شيالة وانتقامية إذا فاض بيها الكيل. على فكرة خلي بالك من النقاط دي في العاطفة، مش محببة كمان، انت شكاكة. نعترف بقى ونكون صادقين مع بعض، لو انت ما اعترفتش بعيوبك اذا عمرك ما هتتخلص منها. انثى برج القوس سرعة تقييمها، سرعة تقييمها للناس وسرعة اصدار احكام عليهم، القوسية السريعة في بدء العلاقة وفي انهاء العلاقة، يعني ممكن تحكم على الطرف اللي هي بتتعامل معاه من مواقف بسيطة ما تبينش شخصيته فتخدع، أو تاخد قرارات ممكن تندم عليها بقية عمرها، يحصل موقف تقول أنا مش عايز أعرفك تاني، كل واحد مننا من طريق. مستعجلة، متسرعة، مندفعة، أقرب للتهور خلي بالك. وأحيانا في أمور بتبقى جدية ما بتاخدهاش على محمل الجدية، برضو فيها شوية من الجوزاء في حالة النهاردة، تستخف بالأشياء شوية. المرأة الحديدية هو العند، مشكلتك الأزلية وانت عارفة الكلام ده، وان انت ممكن تبقي الجانب العملي او المهني او الاسري على الجانب العاطفي. العمل عندك ممكن يكون اهم، المادة ممكن تكون اهم، الطموح بتاعك ممكن يغلب على علاقتك العاطفية شوية، اضافة لعندك الشديد خلي بالك. انثى برج الدلو بقى رغم ان هي انثى شيك قوي وعقلانيه قوي، فمشكلتها في صعوبه تملك قلبها. انثى برج الدلو لا تسمح لاي رجل بامتلاك قلبها امتلاك كلي، لا انثى برج الدلو هات هدايا وحب ولفلف واهتم زي ما انت عايز، توصل لعقلها ممكن املكك عقلي بس قلبي صعب امتلاك، وده بيكون متعب للرجل ان هو بيحس ان هو مهما عمل مش قادر يوصل للحتة الشمال، يعني زي ما احنا بنقول اللي هي القلب، يعني ده يعني مثل دارج عندنا باللغة المصرية. اما الحوتية فان هي من النساء رغم جمالها وان هي فاتنة وجذابة جدا، بس بتزعل قوي بسرعة، فيها شوية من السرطونة، الموقف ممكن يبقى ما يستاهلش، تخاصم عليه بالأيام ممكن بالأسابيع، تاخد موقف قوي ما يستاهلش يشوفها الرجل، ولا سيما الأبراج النارية والهوائية دراما بتاع الدراما شوية، لذلك تلاقي علاقتها بهم متوترة أو مش زي علاقتها بالرجال الترابية والمائية اللي زيها. لو كل أنثى شغلت دماغها شوية خلت بالها شوية مش هتخسر حاجة. دوسوا لايك راجعين الحلقة دي، انتوا لو شايفينها مهمة يبقى دوسوا لايك مش هنخسر حاجة. انا عملت الحلقة دي عشان افيدكم، نفيد غيرنا، نفيد اصدقائنا اللي ممكن ما يكونوش فاضيين يشوفوا الحلقة دلوقتي. اللايك بتاعكم مش هيخسركم حاجة لكن هيوصل له الحلقة دي، واكتبوا لي ارائكم، انا بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها، هتوحشوني. ما هنتوش عليا والله لما لقيت البث طلع بايظ قلت لازم انزل لكم الحلقة. يلا تصبحوا على خير.